مثلا اغنيه، خلينا مثلا زي ما احنا مثلا لحماقي بيغنيها في الحفلات مؤخرا، يعني دي كانت اغنيه من الالبوم اللي فات وهو كان اجلها لان المزيكا هو ما كانش خلصها، هو دلوقتي بيغنيها في الحفلات دي. انا اول ما طلعت خالص، وهي رغم ان هي كلمات شعر رمضان محمد، هو ما اشتغلش مع حماقي قبل كده، فقلت له حماقي انا ما عندي اغنيه اسمها خلينا زي ما احنا، سمعها لي. فرحت مسمعها له ولا بكتار حتى، كنت عنده كده فسمعتها له حتى ببقي كده. فانا من الاول ما الاغنيه طلعت انا عارف ان دي بتاعت حماقي تعجب حماقي. طب سمعها لنا كده. سمعها لي. خلينا زي ما احنا، رجعنا مش في صالحنا، ده بس وجع الفراق في أوله بيجرحنا، ومع الأيام صدقني البعض هيريحنا، ده هو وجع الفراق في أوله بيجرحنا. ما احنا كنا ويا بعض، تفتكر ريحنا بعض، ده احنا بعد حلول كتير ملقيناش غير حل البعض، يبقى نرضى بيه ونسكت، احنا اصلا مش لبعض.